تبعينا تشوفوا ستايلي مختلف، تشوفوا ستايلي فيكم تقولون بريتش ستايل، بس هذا افريقي، هذا it's African, it's Nigerian. Can you tell us about what I'm wearing now? Because our audience is not used to this kind of outfits, especially on me, on our mannequin, on in the show. Tell us about what. Interesting. Okay. What we bring in here is African heritage. أداء التراث الأفريقي والثقافة الأفريقية. في ناس كتير هنا في دبي ما يعرفوش حاجة عن أفريقيا، يعرفوا اللبس الغربي العبايات، فإحنا قررنا إن إحنا نجيب اللبس الأفريقي هنا في دبي. لو في غرب أفريقيا عندنا حاجة اسمها الكنت، ده من غانا، واللي انت لابساه اسمه وودن، ده برضو من أفريقيا. عندنا القدرة ان احنا نمزج ما بين التراث الافريقي والتراث الغربي، وكل دي امزجة مختلفة لللبس الافريقي. احنا بنحاول ان احنا نعرف الناس في العالم على الثقافة والجمال الافريقي. افريقيا فيها ثقافات مختلفة وفيها مواهب مختلفة، واحنا بنجيب الحاجات دي هنا في دبي لان دبي من اجمل المدن اللي في العالم. Are you marketing your clothes, designs, etc. just at the level of Dubai or internationally? No, we're international. لا، دوليا. احنا ناويين ان احنا نطلق الماركة بتاعتنا على الصعيد الدولي. عندنا ناس بيطلبوا من أمريكا ومن لندن ومن أستراليا، وإحنا يعني موجودين في الأسواق العالمية. يعني مين الناس اللي عم بيقتنوا منك واللي عم بيحبوا هالنوع من الأوتفيتس؟ العنصر الرجالي ولا حتى النسائي. And if you can tell me like which area like of the world who are wearing this kind of outfits and that is fitting with their culture. And you know, also here people who are buying these kind of things during Ramadan. You told me about this. If you can develop it more for our audience. إذا فيك تخبرنا عن الناس اللي عم بتحب هالاوتفيتس تبعك واللي عم بتقتنيها وعم بتدمجها في العزومات بتاعهم وفي الايفنتس بتاعهم، وخاصة في شهر رمضان هون في هاي المنطقة الناس عم تقتني اشياء محددة. انت خبرتني عن هاي الموضوع، إذا فيك تخبر متتابعينا. Yeah, now we are creating something. احنا عملنا عبايات عصرية للشباب، وده مثلا شكله زي الكيمونو، أفريقية ولكن شايفين شكلها حلو ازاي. عملنا حاجة عصرية، D&D هي اسم الماركة، فاحنا بنعمل الاقمشه وبنصمم الازياء دي، بنحاول ان احنا نبيع الازياء بتاعتنا لكل الجنسيات، وكل الناس بنحب ان يحس ان هم مرحبين بيهم في الماركه بتاعتنا. عندنا مواطنين كتير وامريكان وبريطانيين، كلهم بيحسوا بالراحه وهم بيلبسوا الازياء بتاعتنا لأن هي حاجة مختلفة. بص شكلك جميل ازاي في الفستان ده. احنا بنحاول ان احنا نحاول احنا نديك لبس حلو بغض النظر عن الشكل وعن الجنسية، لأن احنا عندنا مصممين موهوبين، واحنا مش بس بنعمل ملابس أفريقية بس، احنا ممكن نعمل اي تصميم بيرغب بيه الزبون. لأن احنا هنا بنحاول ان احنا نخدم الناس في دبي. You told me about dresses. You have different of outfits. You have jumpsuits, you have, as you said, kimonos, abayas. You have these kind of dresses with the head. I like these things that you've talked about. Yeah, you see, these small things. Can you tell us more about these accessories that are highlighting your outfits and giving like a small, it's value in them? فيك تخبرنا عن هاي الاكسسوارات اللي عم بتسويها اللي بتعطي نظرة حلوة ونظرة مختلفة لللبس والديزاينات تبعك. You see, accessories is like when you're cooking a soup. الاكسسوار كأنك لما تيجي تعملي مثلا شوربة لازم تحطي ملح. الاكسسوار هدفه انه يحلي. لو شفتي مثلا اللبس في بريطانيا حتى لما بيلبسوا لبس حلو بيحطوا حاجة على راسهم، لأن دي من الحاجات الأفريقية اللي هي بنحاول ان احنا نعرف الناس بيها دلوقتي. الاكسسوار ده جاي من فين؟ ده جاي من أفريقيا. فلو شفتي مثلا الاكسسوار اللي عندنا، احنا عندنا مثلا حاجات اكسسوارات رجالية لأن الواحد عايز يبقى شكله مختلف. والناس تحب الألوان وبتحب الألوان الزاهية، بيحبوا إن هو لأنه الجيل بيختلف، ودلوقتي الجيل بقى هو دلوقتي الوقت بتاع أفريقيا والتراث الأفريقي الجميل، لأن اللبس الأفريقي بيجمل. نعم أكيد. اليوم عم بنشوف إنه حتى هاي أنا حبيت I like this small details that you're pointing on and this thing on my head. Yeah, it's very nice. هلا هاي يعني هاي الاوتفيت وهاي الديزاينات انا عم بشوفها كثير في يعني احداث وايفنتس هون في الامارات وحتى خارج الامارات عالميه، بس الها نبره انجليزيه صح؟ We can notice this kind of outfits in a lot of events here in UAE but also British events and the British things. Is it inspired from the British culture or it's purely African? أنا هاي النوع من الأوتفيتس هي مستلهمة من الثقافة الإنجليزية ولا فقط هون؟ Why? Because we have, you can notice women and female gender wearing these kind of things in horse riding events, equestrial things. يلبسون هاي الأشياء في الأحداث يعني الفروسية والأحداث اللي عم بتكون هون في الخليج وحتى خارج يعني في المملكة المتحدة. إذا فيك تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. You see, when you talk of real culture, لما نتكلم عن الثقافة، كل بلد في العالم فيه ثقافة أصلية. في الأيام السابقة اللبس ده كان بيلبسوه زعماء القبائل، وكانوا بيلبسوا الملابس اللي انت شايفاها هنا. المرة الجاية هوريكي الغطاء اللي بيعملوه على الرأس، المرة الجاية لما اجي هوريهولك. في ثقافتنا الأفريقية ده معناه إنه العائلة دي ثرية ومرتاحة، فكل الأزياء دي جاية من الأيام من التاريخ. احنا دلوقتي قررنا ان احنا نجيب بعض الاشياء دي ونخليها عصرية واجمل. علشان كده حتى التصاميم الاقمشة اللي هتلاقي انه فيها لمحات افريقية وفيها مزج ما بين الازياء الافريقية والعصرية الغربية. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. your first raw material؟ من وين عم بتجيب المادة الأولية؟ Actually, my first materials are from Africa because I'm an African man. الأقمشة من أفريقيا، أنا من أفريقيا، من نيجيريا وكينيا وغانا وتوغو. أنا من نيجيريا، ولكن أنا بهتم إن أنا أعرف ناس بالثقافة الأفريقية بشكل عام. أنا دلوقتي بعمل الأقمشة بتاعتي. احنا عايزين نجيب احسن حاجه في افريقيا ونجيبها للوقت الحالي. Make and design the way the headscarf is put. يعني هي كيف الطريقة اللي مسوي فيها الشيلة هي بتختلف على الشيب تبع الوش، يعني إذا وش عريض ولا ممتلئ ولا نحيف، أو على الألوان، أو يعني عندك حاجة بتركز عليها أكثر من شان تسوي شيلة الوش. Yeah, we have original. احنا عندنا بعض الاشياء اللي هي ممكن تتلبس على طول، والجميل في كده ان الواحد يبقى عارف هو بيلبس ايه. احنا بنحاول ان احنا نعمل الازياء دي او الاشياء دي بحضور الزبون، علشان الواحد يعرف هيبقى شكله عامل ازاي، ويقدر ان هو يقرر اللي هو لو هو مرتاح او لا. حتى لو الواحد جاء وعنده فكرة معينة، احنا ممكن ننصح ونحاول انها ندي حاجة مختلفة تجمل اكتر، ومعظم الزبائن عندنا بيحترموا الشيء ده، لأنه المصمم عندنا ممكن يبص على الشكل والشعر، فممكن هو يقدم نصائح للشكل. وفي ناس كتير بيحبوا النصائح بتاعتنا. Are you designing the outfits yourself, or you have a whole team who's designing with you, or you're only marketing, selling, and being the face and the owner of the brand? I am designing too, and I have. أنا مصمم، أنا برضو مصمم، وعندي فريق من المصممين. عندي مصممين عرب ومن أفريقيا، والمصممين من الغرب، فإحنا عندنا فريق متكامل. And I see here you design also bags with amazing colors. عم نشوف حتى حقائب حلوة مع بألوان حلوة كتير، وفي هون patterns. I want to ask you how you mix these colors and how you fit the patterns together, because you can see the painting and also the images that should fit together to not like have a small detail showing out of the context. يعني كيف عم هاي الرسومات وهي الاشياء بتدمجها مع بعض في اوتفيت واحد من دون ما يبان ولا عيب ولا حاجة ولو صغيرة. Yeah, actually you see when you look at Pharaoh, for example, if you look at pyramids in Egypt. في الحقيقة مثلا لو بصيتي في مثلا للفراعنة أو لو بصيتي على الأهرامات، هيبقى في الشكل ده موجود. احنا مثلا بناخد مثلا ده مستوحى من نفرتيتي في مصر. بنحاول ناخد حاجات بتليق على الشكل، وبنبص على الألوان، وبنحاول ان احنا نحط الاشياء دي كلها مع بعض علشان نعمل تصاميم مختلفة. احنا كل مرة بنحاول ان احنا نعمل شيء جديد، ومعظم الناس عندنا على طول بيشوفوا لو احنا حطينا التصاميم بتاعتنا على الانترنت بيطلبوها. يعني احنا اول ما بنطلع بالتصميم بيكون عليه طلب على طول. I like it. I like how you mix the colors. شو عن لبسك؟ حبيت دمج الألوان اللي مسويها أنت. Is it all your design? And yes. Can you show? نعم, you can stand up to show our audience. Yeah, just a little bit. Yeah. Yes. This is my design and this is also ده التصميم بتاعي وده شكل اللي أنا عملته في الأقمشة دي. ده شكل أفريقي. وطبعا ده التصميم ده الابتكار بتاعي. احنا في التصاميم عندنا يعني واحنا كمصممين بنحاول ان احنا نلبس بس الحاجات اللي احنا صممناها. Also he has the ties, عامل حتى التايز للرجال يعني اللي عم بتليق. Is it for specific events or only work, or only do you design casual, smart casual or night clothes? They شو يعني اللبس فقط للمناسبات اليومية ولا للدوامات ولا عندك كل شيء جمعوا مع بعض؟ Yeah, we are doing occasional dresses. احنا بنصمم ملابس للمناسبات. وللزفاف وحتى الكاجوال. لسه ما عملناش بعض التشكيلات زي للمنزل. احنا ممكن نعمل اي شكل واي تصميم واحنا ممكن نتحدى اي مصمم هنا في دبي لان احنا عندنا فريق عمل متميز جدا وفريق خياطين متميز وفريق تقني رائع. اللي هو الزبون بيكون عايزه الزبون بيجرب اللبس مرة أو مرتين وبيكون جاهز. وإحنا طبعا مدركين أهمية الوقت فما بناخدش وقت كتير. So wedding dresses, right? Yes. You told me about this. عندك حتى outfits بتاع العروس. We have a lot of wedding dresses. نعم عندنا ملابس كتيرة للزفاف. لو شفتي في الموقع عندنا هتلاقي الفساتين المختلفة اللي احنا عملناها للزفاف. وعندنا ناس زبايننا بيبقوا مبسوطين جدا بالتصاميم بتاعتنا. Tell us some names. Yeah, we have few African celebrities. لبست مشاهير صح؟ عند في بعض المشاهير في أفريقيا لبسوا التصاميم بتاعتنا. وبعض الكوميديانات والكوميديين عندنا بيلبسوا اللبس بتاعنا. Or of the notorious figures, either as a political or social or whoever figure you want him or her to wear your outfits, who will be? إذا بدك واحد من المشاهير, إذا مشاهير السياسة ولا مشاهير الفن ولا أي مجال بدك ياهم يلبسون واحد من الأوتفيتس تبعك. مين راح يكون؟ For male, I would like Will Smith to wear my dress. أحب الرجال أحب ويل سميث يلبس لبسي وأحب في النساء بيونسي أحب إن هي تلبس اللبس بتاعي وهيبقى شكلها حلو جدا في لبسي في تصاميم. نتمنى إنه الأوتفيتس تبعك تكون نالت إعجاب متتابعينا. I hope that these outfits like are driving the attention of our followers. Please, if you can tell us about the accessories and tools that are fitting with these kind of designs. Should they be with different colors or it should be unified? The tools والأكسسوارات اللي لازم نسويها يعني مع هاي النوع من اللبس لازم يكون لون واحد موحد ولا يكون ألوان مختلفة مثل اللبس اللي عم تسويه. Okay, let me use you as an example. You can be able to see yourself in the mirror. شوفي شكلك النهارده انت بتلبسي كل اللبس بتاعنا مع الحذاء بتاعك مثلا، فبس الشكل بتاعك جميل. دي طبعا اختياراتك، الالوان ملونه بتاعت الملابس بتاعتنا. اهم حاجه ان الواحد يحس ان هو مبسوط بشكله. ممكن اللبس بتاعك يتلبس مع اي نوع، اي ماركه، ونفس الشيء بينطبق للملابس الرجاليه. عندنا رجال كتير بيجوا عندنا وبنعمل لهم، بنصمم لهم ملابس افريقيه هم بيحبوها جدا وبيفتخروا بيها. Collections and the bags, how you fit them with the outfits, and what are the choices of colors that are fitting with every outfit? Should it be the same design or different things to break like the look? شو عن الألوان اللي عم تختارها بتاع الحقائب؟ لازم تكون نفس المادة اللي مسوي فيها ونفس التوب تبع الأوتفيت، ولا لازم يكون مختلف؟ If you can tell us how they can match the bag with the outfit, these kind of designs. You see, we have different kind of bags. إحنا عندنا أنواع كثيرة من الشنط. دي مثلا شنطة تنفع للأجازات، وعندنا أقمشة مختلفة. إحنا بنشوف إيه اللي يناسب الشكل بتاع الزبون عندنا، وعندنا أنواع كتير من الأقمشة. وبنحاول ان احنا نختار الشنطة اللي بتليق على اللبس، ونفس الشيء حتى القطع للرأس او الحلقان. الشكل يكون مناسب جدا للشخص ويكون شكله طبيعي. You can also bring and offer with the earrings, yes. And accessories, right? Yes. Now you told us they can also customize. فيهم يسوون الديزاين اللي هم حابينه, and they give you the instructions and you follow them what they want, what the clients want. صح? نعم. لو بصيتي في الموقع عندنا هتلاقي ان احنا كاتبين ان الواحد ممكن يجمل نفسه بنفسه، ممكن واحد يخلي واحد شكله يناسب الشكل اللي هو عايزه. ساعات الواحد ممكن يشوف حاجة في السوق وممكن ما يكونش مناسب مثلا في الحجم. لو اخدت صورة وبعته لنا احنا ممكن نعمل تصميم مشابه ليه ويخلي الواحد مبسوط باللبس اللي هو يلبسه. شو عن التوصيل؟ احنا عندنا فريق جيد للتوصيل، بنشتغل مع فيدكس وارمكس، وممكن نوصل في اي مكان في العالم. كيف فيهم يوصلوا لك ولا يطلبون اذا بدهم ديزاين ولا حاجه يعني؟ خاصة خارج دولة الإمارات، especially outside of UAE. We are in Instagram. إحنا موجودين على إنستغرام وعلى فيسبوك، وعندنا كمان الموقع بتاعنا. ممكن الواحد يوصل لنا عن طريق الموقع ده، وفي نفس الشيء الإنستغرام، وعلى فيسبوك نفس العنوان. Thank you so much, Dennis Osadebe, for this amazing episode and this very nice outfits that you gave us. I hope that it will be very inspiring for our followers. متتابعين، إذا بدكم تابعوا ولا تطلبوا من دينيس، فيكم تطلبوا من الادرس اللي خبركم، ولا راح يكون ان شاء الله التاج من السوشيال ميديا اكاونتس تبعنا. انتظرونا في حلقه اخرى من غرفه 30 توب. اذا عندكم اي سؤال لدينيس ولا إلنا بليز اعطونا على اي سوشيال اكاونت تبعنا، انستغرام، فيسبوك ولا تويتر. عيش الان غرفه ب30 ثوب، الهاشتاج مهم، واقتراحاتكم احنا بننتظرها كل يوم. برنامجنا راح يكون كل يوم مرة أخرى على الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات. شكرا، رمضان مبارك وكل سنة وإنتم طيبين مرة أخرى. Thank you, Dennis. Thank you so much. This was nice to have you here. شكرا. Thank you so much. شكرا على استضافتي.